أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع. وخلال اجتماع لمناقشة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف المواني، أوضح رئيس الوزراء أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف المواني المصرية إلى موانٍ عالمية بهدف زيادة حركة التجارة.